الأسرة منتجة حقيقة وفرت كل شيء، وهذا شيء يشكرون عليه حقيقة. الله يعطيك العافية يا بنات. المحافظ يقول الله يعطيك العافية. إن شاء الله. ما شاء الله سعادة محافظ الطبلق الفيصل الشامي. الله خطبك الشافع. خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجد كلمة المشرف العام على المهرجان رئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان الشمري بلدة بطل مشكورة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محافظ طبرجل الأخوة الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. من أسرة ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة محافظ يكون عونا وسندا لأمير المنطقة في خدمة المواطن. لا شك أن إقامة مثل هذه الاحتفالات هي مطلب تسويق ما لديهم من منتجات يدوية خلال هذا المهرجان، فتشكر الوالدية وجميع من شارك لنجاح هذا المهرجان على عام الآن 5 سنين وشايف فيها تطور رهيب. الحمد لله يا أخي، في ناس تشتغل بذمة وضمير وتسعى بأذن الله تعالى، والجاي يا باشا بها بيكون أفضل. واليوم جو العيد والفرح.
يا صوت منا سلام كلنا جندك وشعبك موفينا البساتين الجميلة أين وحقولها الخضراء بالرمان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.